ننتقل إلى كييف مع ثائر عمرو. إذن ثائر، ما تم ذكره وما تم رصده من خلال هذه الزيارة الأوكرانية إلى تركيا؟ الأهمية الأوكرانية لهذه الزيارة ونتائج هذه الزيارة وما تم التوصل إليه؟ بالفعل السلطات الأوكرانية تولي هذه الزيارة أهمية كبيرة، ربما بعض النقاط التي أشار إليها زميلي من اسطنبول هي تلخص أهداف هذه الزيارة في إمكانية التعامل مع السلطات الأوكرانية، مع السلطات التركية، ببعض النقاط المتعلقة بالبحر الأسود التي تولي لها السلطات الأوكرانية أهمية كبيرة في عدم السماح للسلطات الروسية ببسط سيطرتها الكاملة على فضاء البحر الأسود، وأنه لا يحق للسلطات الروسية التمتع بهذه السلطة، بما يتعارض مع مصالح بعض الدول والشعوب الواقعة في حوض هذا البحر. كذلك من أهم النقاط التي أولتها السلطات الأوكرانية أيضا موضوع تعزيز الاتفاقات العسكرية والاتفاقات الاقتصادية ما بين وزارة الصناعة الأوكرانية ونظيرتها التركية في العمل على تعزيز برنامج يخص الطائرات بدون طيار وأجهزة الروبوت والذكاء الاصطناعي بشكل عام، بالعلم أن السلطات الأوكرانية تولي هذا اهتماما خاصا بسبب أن طائرات بيرقدار كانت قد لعبت دورا استراتيجيا في الحرب الروسية الأوكرانية، وتولي السلطات الأوكرانية بالأهمية تخصيصا بهذا المنحنى. ربما يكون هناك اتفاقيات تبرم في الوقت القريب القادم عن إمكانية إنشاء بعض المصانع أو تعاون مستمر استراتيجي في هذا المجال. ربما هذه من أهم النقاط. كذلك الحديث عن برنامج تمديد اتفاق الحبوب في ظل التهديدات الروسية بالانسحاب من هذه الاتفاقية. السلطات التركية هي بشكل جاهد أيضا تسعى إلى العمل بتمديد هذا الاتفاق ليس فقط إلى مدة 3 أشهر، بل هناك الحديث يدور على إيجاد صيغة للتفاهم عليها بين كييف وموسكو وإسطنبول للعمل على إيجاد لغة مشتركة لتمديد هذا الاتفاق إلى 2 في الوقت المستقبل طبعا، في إذا سمحت ذلك الظروف. ما أود الإشارة إليه بزيارة الرئيس الأوكراني إلى الجزيرة المهمة وهي جزيرة الأفعى التي كان سجل لها زيارة هذا اليوم. هذه زيارة تحمل في طيتها رسائل معنوية ورسائل عسكرية أيضا في البحر الأسود، وتسعى السلطات الأوكرانية إلى توفير لغة مشتركة إلى أن روسيا لم تمتلك هذه السيطرة الكاملة في البحر الأسود. شكرا جزيلا لك من كييف ثائر عمرو.